أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية أو اجتهادية أو فيها هذا وهذا؟ والوسائل لا، هي التوقيفية، الوسائل اللي هي استعمال المخترعات من إذاعة أو ميكروفون أو أشرطة هي لا بأس بها، مما أباحه الله وهي وسائل خير تستغل الخير. إنما اللي هي توقيفية مناهج الدعوة، مناهج الدعوة توقيفية، لأن السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، فمناهج الدعوة توقيفية وأساليب الدعوة توقيفية، لأن الأساليب والمناهج بمعنى واحد. أما الوسائل، وسائل الدعوة التي تبلغ بها الدعوة لا بأس، الآن عندنا صحف ومجلات وجرائد، عندنا إذاعة، وعندنا ميكروفونات، عندنا أشرطة، هذه ما كانت معروفة لهم، فإذا استغلت للدعوة على عمل طيب.